حتى لا نعيد سكان الشمال بأمن إلى بيوتهم. أنا أريد أن أقول لكم هذا سيحدث كما حدث في الجنوب. أصدقائي سكان الشمال، أنا فخور بكم، أنا فخور بصمودكم، وأنا ملتزم تماما بأمنكم وأيضا بإعادة تأهيل بيوتكم وبلداتكم. حتى الآن وبسبب بطولة الجيش، جيش الدفاع والشباك وشرطة إسرائيل، حققنا إنجازات كبيرة في 7 جبهات. هذه الإنجازات العالم يفتخر بها أيضا ويقدرها، وتشير إلى قدرة إسرائيل في الشرق الأوسط. سنضرب رأس الأفعى إيران، وهجمنا قدراتها الدفاعية ودمرنا الكثير من مركبات البرنامج النووي. أنا مصمم عن أن أقوم بكل شيء من أجل أمنع إيران أن تحصل على سلاح نووي. هذا التهديد يقف أمام عيني دائما، وهو اليوم بأكثر وأيضا من خلال إيران تعلن عن أنها تريد أن تحصل على أسلحة نووية، وهذا هدفي هو أن أمنعها، ومن أجل أن أضمن وجود إسرائيل. وفي غزة فككنا كتائب حماس وقتلنا آلاف، وقتلنا السنوار، وأيضا أعدنا 154 المخطوفين، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا إلى الوطن. 101 من المخطوفين ذبحوا في غزة، الأحياء والأموات، وأيضا لننهي معاناتهم. وأيضا نحن ملتزمون أن نكمل القضاء على حماس في يهودا والسامرة. نحن نقضي على مئات المخربين، ونقضي على البنى الإرهابية، ونعمل بكل المناطق الإرهابية ونصل إليها. في اليمن ضربنا ميناء الحديدة، وهي ما لم تقم به الائتلاف الدولي. أيضا الهجمات الكثيرة للمسيرات، وهناك الكثير من التحديات أمامنا. في سوريا نحن نحبط بمنهجية محاولات إيران وحزب الله وبإيصال الأسلحة إلى لبنان. أسد عليه أن يفهم أنه يلعب بالنار. وأيضا الجبهة السابعة لبنان، حزب الله اختار أن يهاجمنا من هناك في 8 أكتوبر مرة عام، وهو ليس نفس حزب الله. أرجعناه 10 سنوات إلى الوراء. قضينا على نصر الله، قضينا على قيادات المنظمة، ودمرنا معظم الصواريخ، وقتلنا آلاف المخربين، ودمرنا البنى الأنفاق والبنى التي تم بناءها خلال سنوات. هاجمنا أهداف إرهابية في كل مناطق لبنان، وأيضا دمرنا العشرات من الأبراج في الضاحية، مواطنو إسرائيل. قبل 3 أشهر ما كان هذا ما يسمع أنه خيال، ولكنه ليس خيال، قمنا بذلك. وأنا أريد أن أقول لكم في كل لحظة من إدارة هذه الحرب، أنا أنظر إلى كل الجبهات بالتوازي. هكذا قمت عندما قررت في بداية الحرب أن أركز على غزة وليس فتح جبهة ثانية في لبنان. هكذا قبل 10 أشهر عندما كانت الظروف مواتية، قررنا أن نركز على حزب الله. هكذا عملت بعد هجمات الصواريخ من إيران، وأيضا عندما قمنا بالرد. هكذا أنا أعمل اليوم أيضا، وأنا أنظر على كل الجبهات بالتوازي وأرى الصورة الشاملة. وأنا مصمم أن أعطي لجنودنا الأبطال كل الوسائل للحفاظ على حياتهم، وأن يعطونا النصر. وعليه مواطن إسرائيل
هذه الليلة نعطي القرار لمجلس الوزراء في الموافقة على وقف إطلاق النار، وهو مربوط بما يحدث وبالتفاهم الكامل مع الولايات المتحدة. نحن نحافظ على حرية العمل العسكري الكامل. إذا ما قام حزب الله بخرق الاتفاق وحاول التسلح سنضرب، عند إذا كان بإعادة البنى الإرهابية قرب الحدود سنضرب، وإذا ما حفر الأنفاق سنهاجم، وإذا ما حاول الهجوم سنهاجم. إذا ندخل لوقف إطلاق النار لا يمكن أن نحدد نعيد الحرب. أنا أريد أن أقول لكم كما كان في غزة وقف إطلاق النار لإعادة السكان، قالوا أننا لن نعود للقتال وعدنا للقتال، ويقولون لي حزب الله سيسكت سنة وسنتين وسيزيد قوته وبعد ذلك سيهاجمنا، ولكن حزب الله سيستغل وقف إطلاق النار وسيقوم بخرق إطلاق النار عندما يحاول إطلاق النار علينا في المستقبل. على كل خرق سنرد بقوة. أنا أعرف أن هناك من لا يؤمنون أننا سنقوم بذلك، ولكن الكثير لم يؤمنوا أننا سنهجم بريا إلى غزة ودخلنا، ولم يؤمنوا أن ندخل للشفا ودخلنا، لا يؤمنوا أن بالإنجازات الدولية بالدخول إلى رفح وفيلادلفيا. ليس فقط دخلنا وإنما هاجمنا. وكيف هاجمنا؟ كان هناك الكثير لا يؤمنوا أن نهاجم في لبنان، وهاجمنا، هاجمنا بقوة وبحكمة. وبعد كل ذلك هل يمكن أن نؤمن بتصميمنا وبطريقنا وبنصرنا؟ ما نعمل وقف إطلاق النار الآن؟ هناك ثلاثة أسباب. الأولى التركيز على إيران، ولن أوسع بذلك الأمر. السبب الثاني إعادة تأهيل القوات وأيضا إعادة التسلح، هذا ليس سرا. كانت هناك عقبات في وصول الأسلحة، وهذا التأخير سيتم فكه قريبا. سنكون لدينا تسلح متقدم وسيحافظ على جنودنا وسيعطينا قوة كبيرة من أن نحقق أهدافنا. السبب الثالث لوقف إطلاق النار هو فصل الجبهات وإبعاد حماس. حماس اعتمد على حزب الله ليساعده، وعندما يكون حزب الله خارج الصورة حماس بقي وحيدا في الحرب. الضغط عليه سيزداد، وهذا سيساعد على مهمتنا المقدسة لإعادة مخطوفين مواطنو إسرائيل. في السنة الأخيرة عملنا أحدثنا انقلاب في جبهتين وعدنا الحرب بقوة. نحن نغير الشرق الأوسط، كل ذلك نقوم به بأبطالنا الجنود، وأيضا الوقوف والصمود لمواطني إسرائيل. وأيضا قلت عدة مرات اتفاق جيد هو اتفاق الذي يمكن تطبيقه، ونحن سنطبقه بإذن الله. سندعم الأمن ونعيد الشمال ونستمر معا حتى الانتصار.